الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله، وأسعد الله مساءكم. هذا أحمد شريف يحييكم ويقدم لكم النشرة الإخبارية لهذا المساء، مستهلا إياها بالأنباء المحلية. اختتم المجلس الوطني أعماله مساء هذا اليوم، حيث كان قد ناقش في جلسته صباح هذا اليوم مجالي الثقافة والإعلام وكذلك برامج العام الجاري. وقدم مسؤول الشؤون الإعلامية والثقافية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد زمهرة يوهنس شرحا حول النشاطات الإعلامية والثقافية التي جرت في 20 شهرا الماضية بشكل موسع، مشيرا إلى أن النشاط الإعلامي كان يعتمد على سياسة واضحة ومتزنة بعيدة عن الكذب والمهاترات، وأن تأثيره واضح وخاصة على العدو، مؤكدا أن مشاركة الجماهير كانت واسعة في هذا المجال الذي استخدمت فيه أيضا الإنترنت، وأن العمل الإعلامي قدم مجهودا أكبر من طاقته، وأنه يحتاج إلى دعم أكبر حتى يتمكن من إنجاز المزيد. كما أن النشاط الثقافي كان قويا في مجابهة عدوان نظام الوياني، واستطاع أن يلعب دوره في إحياء الثقافة والتوعية في الداخل والخارج في مختلف مجالات الفنون والآداب. وقد ناقش المجلس بشكل موسع الدور الذي لعبه الإعلام والنشاطات الثقافية منذ اندلاع الأزمة والحرب مع نظام الوياني. هذا واستمع المجلس أيضا إلى التقرير الذي قدمه رئيس لجنة الانتخابات الوطنية سيد سكالومان قريوس، والتي أشارت إلى أن مسودة قانون الانتخابات قد اكتملت. وقد قيم المجلس بأن التأخير في البرامج الموضوعة للانتخابات على أساس الدستور جاء بسبب الأوضاع التي خلقتها هذه الظروف. وناقش المجلس بعد ذلك برامج عام 2000، حيث قدم رئيس المجلس سيد الرئيس السياسة فورقي شرحا مسهبا حول كيفية تنفيذ برامج العام الجاري الذي يتطلب تقوية وتعزيز الاقتصاد الوطني من جهة، والتصدي لعدوان زمرة الوياني من جهة أخرى. وتناول الرئيس في شرحه الخطوات التي يجب أن تتبع في المجال الزراعي والاستعدادات المطلوبة لرفع الانتاج الوطني، وكذلك الخطوات التي يتوجب العمل بها لزيادة التصدير للمنتجات الوطنية، وسياسة التقشف المطلوبة في المؤسسات الحكومية لخفض النفقات. وقد ناقش المجلس برامج التنمية والتحديات الحالية والتصدي وكيفية تعزيزها وإشراك المواطنين في الداخل والخارج لتعزيز دورهم. هذا وكان المجلس الوطني قد ناقش في جلساته السابقة التي بدأ صباح يوم أمس القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في البلاد. عقد رئيس جمعية معوقي حرب التحرير الإريترية السيد تخلي كداني اجتماعات في يومي 29 و30 من شهر يناير المنصرم للإريتريين المقيمين في مدينتي أمستردام وروتردام الهولنديتين لشرح أوضاع الجمعية وبرامجها المستقبلية. وهدفت هذه الاجتماعات تعريف الإريتريين المقيمين في الخارج بأنشطة الجمعية وتشجيعهم لتقديم المساعدات. وأوضح القنصل الإريتري السيد أبرهل كفلي في الاجتماع الذي عقد في مدينة روتردام أن مساعدة ودعم المعوقين هو من مسؤولية كافة أفراد الشعب. وقد أعرب الإريتريون المشاركون في الاجتماعين عن استعدادهم لمساعدة المعوقين وأن يبادروا. ويمكنكم الاتصال بنا أعزائي المشاهدين يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى منتصف الليل على رقم الهاتف التالي 116025. تتركب بمشت الهيام لافت يبو ربك
الله اللي يفهم دول ليلة تمنيكو كم دول كريتني تحلام دول ليلة تمنيكو كم دول كريتني تحلام وكم دول كريتني تحلام وأحلام وأحلام طعم كنت البرتقال راحت ليت بالشام دول ليلة تمنيكو كم دول كريتني تحلام دول ليلة تمنيكو كم دول كريتني تحلام وكم دول كريتني أحلام 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 طعمكم في البرتقال رأيت ليت كل شام أبحل برغ ما قيم أكلوتنا فنادي يتبي ويتفكر هو لا تلبح انقاقي ربي تحج جمعنا أقنتي ونغدي ونوصح أقوى بقى لا مزارك من الحدي ورواية تقربة أو حب جول وطروب كن حيل سربيبة هذا ليولة قروب رايا البابتات تنت وادت من صروب دول ليلي ركبة أبطول قبل قنوب وكم دول كريتني أحلام 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 ورغم أن هذا المصنع تأسس عام 94 إلا أنه لم يستطع إنتاج ما كان يصبو إليه نتيجة لنقص في بعض المعدات حيث بدأ الإنتاج الفعلي بطاقة إنتاج 100,000 عدسة في السنة الواحدة في مايو عام 1996 بعد أن اكتملت كل الأدوات التي كان يحتاجها المصنع. وتستخدم هذه العدسات التي ينتجها المصنع في علاج 50% من أمراض إعتام العيون حيث يتم إدخال هذه العدسات جراحيا داخل العين المريضة بعد إزالة العدسة الطبيعية في عين الإنسان التي أصيبت بالفشل لتحل محلها العدسات الصناعية. وحتى الآن تمكن أكثر من 40,000 شخص في العالم أن يروا النور من جديد بفضل هذه العدسات. وليس بغريب أن يجد إنتاج مصنع فريد هولوز لعدسات إعتام العين رواجا في الأسواق العالمية وخاصة في أوروبا وأمريكا، وذلك نتيجة لما يتمتع به الإنتاج من جودة عالية ومواصفات عالمية وأسعاره المناسبة والمنافسة
التي تجعل من إنتاجه مرغوبا وفي متناول كل من يحتاج إليه. وما يزيد من أهمية مصنع فريد هولوز لإنتاج عدسات أعتام العين كونه يعتبر أحد المصانع الثلاثة الموجودة في إفريقيا التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة، وكونه أيضا المصنع الوحيد في هذه المنطقة. ولا زال المصنع يجد الدعم المادي والخبرات في هذا المجال من مؤسسة فريد هولوز الخيرية في أستراليا، حيث قامت المؤسسة في عام 1996 بالتعريف والدعاية لمنتجات المصنع في شتى أنحاء العالم. وخلال الأسبوع الماضي نال معمل فريد هولوز لصناعة عدسات أعتام العين درجات جودة عالمية بدرجة ISO 9002 ودرجة الجودة بالمقياس الأوروبي EN 46002. وقد أشار مدير المصنع السيد سياس في السهاية إن درجات الجودة هذه قد منحت من قبل فرع مركز SGS في لندن، حيث يوجد مقر المركز الدولي الذي قام بدراسة إنتاج المصنع والمواصفات التي يقوم عليها في سويسرا. وقال السيد سياس إن المركز الدولي لتحديد الجودة يقيس على ثلاثة مستويات هي رديء ونقص بسيط وجيد، مؤكدا أن المصنع وجد فيه نقصين فقط من 10 نواقص، وقد تم تجاوز النقصين في الحال، وأن إريتريا تعتبر إحدى الدول الثلاث في العالم النامي التي تنتج عدسات أعتام العين رفيعة الجودة، والدولتين الأخريين اللتين نالتا درجة الجودة هما الهند ونيبال. هذا وعلى أساس الدرجات التي نالها مصنع فريد هولوز فإن إنتاجه سوف يجد القبول في 18 بلدا أوروبيا. ومن المتوقع أن يزيد المصنع إنتاجه هذا العام بحوالي الضعف مما كان ينتجه في السابق نتيجة لإدخاله معدات حديثة. ونحن إذ نشيد بدور هذه المؤسسة الهامة في مكافحة مختلف أمراض العمى، يحدون الأمل في أن يواصل مصنع فريد هولوز لإنتاج عدسات أعتام العين مسيرته التي بدأها صديق الشعب الإريتري البروفيسور فريد هولوز. Thank you.
نرجع عاقل. دار نسمة سواك درارس بدر